لو الحكاية فيها إن فيتو جماعة إرهابية يا جندي حقك علينا دمك والله غالي علينا يسكت يسكت الإرهاب حسبنا الله ونعم الوكيل يا رب تنصر عود نبي يا رب يا رب واحد واقف يحمي الوطن ليه احنا في سنة فين هنا دول ارهابيين دول ما ينفعش تلاقوا وراء ولا مصالحات ولا مع حد ولا اخوان ولا حزب النور دول كلهم مجرمين الاخوان وحزب النور والسلفيين كلهم جماعة ارهابية واوعوا تنسوا انتخابات مجلس الشعب اللي جاي الوشوش اللي هتخش من ناحية التانية اقفوا بقى يا شعب وفوقوا هم معلنين القنبلة جوه الشجرة هم الشرطة بقى لها يومين ما بتقفش هم بيقفوا هنا وزي الفل كل يوم بيقفوا على حضرتك وزي الفل اللي حصل كده اهو حرام يا استاذ القنبلة تحت شجرة يا استاذ حرام 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 هم زرعوا شجرة فيتو